يلا يا دانيا أعطيها أكل للبنت. أمرك يا خانة. شكراً إليك. لالي شو بدي ناكل؟ شوفوا قديش جبت. يا سلام يا سلام يا سلام وكتار كمان. يلا طعميني وحدة. مو هلأ، رح نتقاسمهم بالبيت مع بابا وماما. يلا على البيت. استني شوي، تعي لهون. قلي لي انت شو أخذ معك؟ أنا ساعدتهم بحمام العروس قبل شوي ومشان هيك عطوني أكل. وقديش عطوكي؟ ومين اللي عطاك يا هون؟ الخانم مرت ابنك عطتني ياهون. مرت ابني؟ إذا قالت لك خدي القصر تاخديه وبتمشي؟ تعالي انتي افتحي. بس انتو وعدتوني قبل شوي انكم تعطوني شي بكفينا. يلي تركتي ما بكفيني انا واخواتي. بلا بكفيكن، روحي. مين بياكلهم بعد ما لمسوهم؟ يلا لشوف، يلا كبيهم لجوا ميس. وليه؟ ليش عم تبحلقي هيك؟ يلا نقلعي، يلا. إن شاء الله تموتوا. يلا بسرعة. رحتي اليوم على عرس عيلة غنية وما جبتي غير هي؟ لا أمي، جبت كتير أكل، بس الحرباية الكبيرة أخدتهم مني مع أني ترجيتها بس ما ردت علي. أي نوع من البشر هدول؟ عايشين بقصور وما بيعرفوا الرحمة بنوب. شو كانت رح تنقص لو عطتك كمان شوي؟ مشان الله طعميني، جعت كتير. اي والله ماما، نحن كتير جعنا. يلا رح اعطيكن ياهن، اصبروا شوي. صرنا صابرين من صباحية الله. اسكتوا، انتو هلأ صرتوا كبار يا اولاد، ليكون مفكرين لازم رضعكم. امسكي لشوف. خد منى، خدي لابلي. وهي إلك حبيبتي لالي. ماما طعميني كمان، والله العظيم لسه ما شبعت. إيه بس ما عاد في حبيبي. طيب وهي؟ هي حصة أبوك، فهمان؟ اوعكن، ها اوعى حدا يلمسها. لالي لالي وينك انتي؟ لك شو بك؟ ليش عم تصرخ هيك؟ راح ابوكي على قصر تاكور ليمسك حيه. وهديك الحيه لدغت زلمه قبل هلا ومات. تعمل
بدي امسكها. ما شو بده. بابا 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 يلا خليني اضحك عليك. يلا انا بمسكها. فكر حالك انا شوفها. فكر حالك امسكها. شوف يا زلمه خايف. الحياة لعبة يا بنتي. لك اسمع شو عم يحكي. روح امسكها. خلصنا. يا حي يلا يا زلمة. لنشوف شو عم تستمر رح نفوز فينا. يلا لنشوف. قربي على اللحظة. شو عم تساوي يا لالي؟ شو هالجنان هاد؟ انتو الاثنين شو عم تعملوا؟ لك خديها من هون رح تخرب كل شي علي. لك انتو الاثنين مجانين شو عم تعملوا؟ بلكي صار لحدا فيكن شي. هاي الحية سامة. سويتي يا بنتي؟ طمنيني صار لك شيء؟ لالي يا رب رحمتك. لالي ساعدونا البنت رح تروح فيها. لالي حبيبتي بوس ايديك وحدا ساعدنا. حدا يعني للحكيم يا جماعة. لك البنت رح تموت. ساعدوني الله يوفقكم. يا ربي دخيلك يا ربي. يا نانكو احملها لبنتك وخدها بعيد. إذا ماتت هون روح رح تطارد القرية كلها وتنتقم منها. بابا بابا فايت الغالية لالي. لو انه صار لك شي يا بنتي ما كنت سامحت حالي بالمرة. ايه بس عمر الشقي بقي يا بابا. اسكتي. عم تنكتي وانتي بهالحالة؟ يا عمري قومي. ايه بابا وين الاكل؟ خلص مو مشكلة خلينا. ما رح روح بدون الاكل لأنه نحن كسبنا الشرط تبعنا. خليه يعطيك الأكل. مونا عصافير بطنه من الصبح عم تزقزق. لالي أصلاً عصافير بطني ما تمن الرابع عليكي. سكوت. إذا ما أكلت كيف رح تكبر وتصير رجال؟